إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وأفضل ذكري بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى لبيته الطيبين الطاهرين. مسألة الجزيرة الخضراء، أو ما يعرف اللي يحاول البعض أن يربطه بمثلث برمودا، وأن الإمام المهدي عليه السلام يعيش في هذا المكان، وهذا المكان ما تدخل الطائرات، ما أدري ما تدخل الباخرات، تحصل فيه معاجز، تحصل فيه أمور خارقة للطبيعة كما يحاول أن يصورها البعض في كتب أجنبية أو في كتب عربية أو في مقالات أو في أخبار هنا وهناك، وتتناقل مثل هذه الأخبار بشكل عجيب حقيقة كالنار في يعني في الهشيم. الموضوع حقيقة بعضهم يستدل من خلال هذه الرواية ومن خلال هذا الأمر على أن الإمام يعيش هناك، وأن الإمام له زوجة وله أولاد. طبعا أول، إذا نريد ناخذ الجذور هذه القضية، أول من تحدث عن جزيرة خضراء في مكان ما يعيش فيها الإمام المهدي متزوج وله ذرية وله أولاد وما شاكل ذلك، أول من تحدث عن هذا الأمر هو العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه في كتاب البحار. هو ينقل هذه الرواية، رواية الجزيرة الخضراء، ويعلق عليه هذا التعليق اللي راح أقرأ لكم إياه بالنص، بالنص أنا كاتبه كما هو موجود. يقول أقول هو العلامة المجلسي بعد أن ذكر الرواية، يقول: وجدت رسالة مشتهرة بقصة الجزيرة الخضراء في البحر الأبيض، زين، أحببت إيرادها، يعني أن أجيبها لكم لاشتمالها على ذكر من رآه، الناس اللي شافوه، زين. وبالتالي يقول: ولما فيها من الغرائب. التفتوا زين كلمة العلامة المجلسي بعد أن ذكر القصة، زين، يقول: ولما فيها من الغرائب والتي أفردت لها بابا لأني لم أظفر بها في الأصول المعتبر. خلاص، هو صاحب القضية، أول من نقل هذا الأمر يقول: هذا الأمر لم أظفر أنا له في أصول معتبرة، ووضعت لها أو وضعتها في باب الغرائب من الأخبار، خلها في هذا الباب. يعني هذا قول العلامة المجلسي رحمة الله تعالى. وكل من نقل بعد ذلك، يعني مثلا سيد شبر في جلاء العيون، أو الحر العاملي في إثبات الهدات، أو حتى الفيض الكاشاني في النوادر، كلهم صرحوا قالوا: إحنا ما عندنا طريق لهذه الرواية، طريقنا اللي أخذناه هو العلامة المجلسي. فإذا المصدر الرئيسي منه عندنا للقصة مال الجزيرة الخضراء، وأن الإمام يعيش بيها وأولاد وذرية وماش أسرة، المصدر الأساس هو العلامة المجلسي. طيب يا علامة يا مجلسي، قل لنا أنت شلون حصلته؟ قال: لقيت رسالة مشهورة شو كانت موجودة، فأنا قلت أذكرها، لأنه الوقت اللي جمع به العلامة المجلسي الأخبار كان وقت جمع الأحاديث، ولذلك كل موسوعاتنا الحديثية حصلت في ذلك الوقت اللي كانت في زمن العلامة المجلسي. من هنا العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه يقول: أنا خليتها بالكتاب. لماذا؟ لأنها تشتمل على ذكر من رآه، ولما تشتمل عليه من الغرائب، وأنا حطيتها في باب الغريب من الحديث والأخبار، يعني ما حطيتها في باب الثابت من الأخبار أو القوي من الأخبار أو الصحيح من الأخبار، بل في باب الغريب من الأخبار لما تشتمل عليه من غرائب. هو يقول، هو يصرح على هذا الأمر. بعدين اللي نقل هذه الرواية، ناقل هذه الرواية الأساس اللي ينقل عنه العلامة المجلس، مو ينقل الرواية، ناقل الرواية علي ابن فاضل من أهل الحلة، هو طبعا يقال له مازندران، يعني من مازندران، عراقي يعني من العراق، فهو ربما مولود هناك وعايش بالعراق، لا أعلم على الحال، لكن بالعراق موجود وبالحلة
عايش، ولم ينقل عنه أهل الحلة بعلمائهم الكبار، زين، لم ينقل أحد منهم شيء عن أخبار هذه القصة مع أهميتها. صور الإمام المهدي موجود في مكان ما ومطلعين على جماعة ومتزوج وعنده أولاد وهو عايش بالحلة، هذا علي بن فاضل صاحب هذه الرواية، وما تحدث واحد من علماء الحلة الرئيسيين الأساسيين ابن طاووس ولا العلامة الحلي ولا غيره عن هذا الأمر، لا من قريب ولا من بعيد، مما يعني إهمال العلماء لهذه القصة ولهذه الرواية. بعدين هو يعني حتى في رواياته يبين إنسان يريد يشتهر، إنسان يريد يعبر، إنسان يريد يعني الناس تشير له بالبنان من خلال هذه الروايات الموضوعة التي حاول وضعها عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. واللي يريد يأخذ حقيقة تفاصيل كثيرة عن مسألة القصة الخضراء وتفاصيلها فليرجع إلى كتاب السيد جعفر مرتضى العاملي، الله يشافيه ويعافيه ويحفظه، هذا رجل المحقق الكبير اللي كتب حقيقة كتاب بعنوان الجزيرة الخضراء ورد كل هذه الأمور التي ذكرها والاستدلالات التي ذكرها البعض من خلال هذه القصة على أن الإمام متزوج وله ذرية وأولاد. حقيقة الكتاب قيم، أرجو من الإخوة أن والأخوات أن يرجعوا إليه ويحصلوا عليه حتى من خلال مواقع الإلكترونية في الإنترنت، وبالتالي هذه القضية لا يمكن التعويل عليها لإثبات زواج الإمام وذرية الإمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن وفقنا الله عز وجل ولو فد مقدار لدفع هذه الشبهة وبيان هذه القضية إلى الإخوة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.